وأنزله على عبده ورسوله وأمينه على وحيه. وأمين على وحيه، الرسول أمين عليه الصلاة والسلام، لم يزد في القرآن ولم ينقص، بل بلغه كما جاءه عن الله عز وجل. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. لو تقول محمد صلى الله عليه وسلم على الله ونسب إليه ما لم يقل لأهلكه الله سبحانه وتعالى. فهذا تزكية للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه بلغ البلاغ المبين، مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، أمين، أمين على الوحي. ولهذا لما قسم الصدقة وتكلم من تكلم من المنافقين قال صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ ألا تأمنوني على قسم الصدقات وأنا أمين من في السماء وهو الله على الوحي؟ نعم.